كمان تقارير اللجنة الدولية المعنية بظاهرة التغيرات المناخية انتهت إن في تغيرات في كمية وحجم الجليد البحري غير مسبوقة من 1000 سنة على الأقل. فالجليد البحري بينكمش مع مضاعفة الاحترار في المنطقة القطبية الشمالية بسبب الجليد لحد ما يدوب خالص. تقارير كمان بتقول إن درجة حرارة الهواء السطحي زادت بأكتر من ضعف المتوسط العالمي في القطب الشمالي خلال 20 سنة اللي فاتت. كل اللي شفناه وبنشوفه ده بيخلينا نقول إن التغيرات المناخية ما بقتش مجرد تحليلات علماء لحاجة ممكن تحصل مستقبلا، لا دي بقت أمر واقع وحقيقة ملموسة لازم العالم كله يتحد في مواجهتها.